يسعدنا أننا نلتقي في سهرتنا الليلاتي مع الفنان عزت العلايلي. أهلا بك فندم، كل سنة وأنت طيب. سنة طيبة. نبدأ في البداية ونقول دلوقتي بتعمل إيه؟ دلوقتي بصور فيلم اسمه حوت المينا في اسكندرية. حوت انتهيت منه ولا لسه؟ لا لسه، انتهي منه الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. ده بطولة معاك؟ في ليلى علوي، في حسين الشربيني، في مجموعة، في محمد الحلو المطرب. لا محمد الحلو المطرب. المطرب. ده أول مرة بيشترك. فعلا أول مرة بيشتغل في فيلم. إخراج مين؟ إخراج مخرج جديد اسمه وديع الشامي. دورك فيه يا أستاذ؟ هو خلاصة الفيلم بنقول يعني ماذا يفيد الإنسان لو كسب العالم وخسر نفسه. يعني الإنسان مش كل حاجة الفلوس، مش كل حاجة المادة، مش كل حاجة المناصب، لا، في جانب تاني أعلى بكتير، في قناعة وفي الرضا. يعني في أفلام تانية بتستعد لها إن شاء الله. في أنا خلصت كمان يمكن بستان الدم للأستاذ أشرف فهمي، خلصت الطاغية للأستاذ شريف يحيى. يعني وفي أفلام تانية بستعد لها بقراها. يعني نقدر نقول أنت بدأت في فيلم الأرض بطولة مطلقة، في فيلم الأرض. مظبوط. دي كانت البداية. بعد كده أدوارك بتختلف نوعيتها في كل فيلم عن التاني؟ لازم تختلف. لازم ولا ما نحطش نفسه في قالب. يعني عشان ما بقاش مثلا الناس عارفة من خلال الأفيش اللي برا أنا هعمل إيه والحوادث إيه، مش عارف. لا لازم الواحد. الفيلم اللي أنت بتعتز بيه قوي يمكن الأرض، عشان بدايته يمكن لو قلنا عزة العلايلي وحكايته مع التلفزيون بعد عبد الله النديم اللي شفناه في على شاشة التلفزيون من سنتين، ما شفنالوش أي حاجة تانية. ليه؟ أنا صورت السنة اللي فاتت بس بعد رمضان، صورت عمر بن عبد العزيز في ثلاث سهرات، إخراج الأستاذ منير التوني. ما أعرفش هيزوقها في رمضان ولا لا. يعني ما فيش حاجة غير الحاجات الدينية؟ ما فكرتش تصور مسلسلات اجتماعية رمضان؟ والله ما اتعرضش عليا مش رمضان حتى للتلفزيون عموما. لا والله انا كان اتعرض عليا مسلسل بس كان فيه شويه يعني تصليحات وحاجات خلت وقف لغايه دلوقتي، يعني مستمر فيه، يعني فيه تصليح وحاجات كده. بمناسبه شهر رمضان، رمضان بالنسبه لعزة العلايلي بيفكروا بايه؟ فكرني بسيدة زينب. ليه؟ حضرتك من سيدة زينب الاول؟ لا انا قضيت صباري في سيدة زينب. لكن مش من سيدة زينب. لا يا ريت كنت. ايه بقى من انا؟ انا من باب الشعريف. باب الشعريف. المشاهد اللي بتتعلق في ذهنك؟ طبعا فانوس رمضان، سحراتي، واغنيه عبد المطلب بالذات اهلا رمضان، رمضان جاني. ويمكن زي اغنيه ام كلثوم، خليت ليت وليت ليت مسكين. يعني الحاجات دي تبقى علقه في ذهن الواحد وهو صايم، ولكن بيكبر حتى لما بيسمعها بترجع له ريحه. نقدر نقول عزة العلايلي لقى نفسه في السينما ولا لسه؟ والله الواحد بيفضل يدور على نفسه، الفنان بيفضل يدور على نفسه، سواء كان تشكيلي او ايقاعي او صاحب كلمه منطوقه، يعني سينما، اذاعه، تلفزيون. لسه ما لقيتش الدور اللي انت لا في ادوار كتير طبعا. يعني الحمد لله عملتها بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. انما يعني انا تعبيري دايما بقول الفنان لا يبدا الا حينما يموت، بعد ما ينتهي خالص. دي فلسفة بقى. يعني بيبقى طموح 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 لغايه ما بتنتهي، بعدين يبتدي يؤرخ لي بقى. نختم لقائنا ونقول انت في رمضان بتعمل ايه؟ بتفضل تشتغل ولا زي ما بيقولوا بيحلى السهر وقعدة الحبايب والاسرة؟ هو بيحلى السهر في الشغل الحقيقة، بس انا اصلا ما بحبش اشتغل في اثناء الصيام، يعني اثناء النهار صعب. بعد الفطار؟ بعد الفطار. في النهاية بنقول لك استاذ عزت كل سنة وانت طيب. نشكر الاستاذ عزت العلايلي. شكرا.